عليكم. ان شاء الله معكم محمد الحمد لله مختم ميزنج جيم. ياكم فيديو جديد. هذا الناس ما تشوفون بلاك اوبس 3 اليوم قبل النهايه، بعدين تخلص اللعبه. ف اليوم اقصد امس ما نزلت فيديو، ناس ما تقول واحد يرتاح شوي. ف ياب حظي تعبان. فا اوكي، مع اني داش بنص الجيم بس يلا عادي، ما في حد خوفني. تحسب واحد من فريقنا. طبعا يا شباب نزلت 9 فيديوهات انا حق بلاك اوب 3 وهذا فيديو العاشر، فاتمنى تروحون تدعموني عليهم. زين قاعد نذبح، ذابح 4 ميت مرة، فخلنا نحاول نجمع شوي. كير باكج. لا 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 ماشيين صح. غير غير غير، في وايد ناس هنا. سنايبر أمه. اوكي حصلنا ال نسيت اسمه. المهم في جارديان، ايوه حصلنا الجارديان راح فيها. عنده شوت جن هنا. لا لا حرام. شباب اتمنى تروحون تضيفوني على الانستغرام، اكتبوا رايكم في الوصف عن الفيديوهات اللي اسويها. يا الله ابلع يا حبيبي. لا 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 حرام حرام. الجارديان مسوي شغل والله. شفت واحد وينهم؟ لا حرام.
يا الله يا أخي، مستحيل الجمع في اللعبة إلا إذا كنت محظوظ. في واحد في سبونه هذا، أيوة أوف أوف يا أخي انتبهت. كيف يلعبون شوت ما في اللعبة يا أخي؟ والله ما أعرف ألعب فيه. كل واحد يكتب يا شباب سلاحه المفضل في اللعبة تحت في الوصف زي ما جبت العيد. ايوه يا شباب، هذا كان كل الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط على زر لايك واشترك في القناة. طبعا الاول 18 كل 10 دت، فاعتقدنا كان جيم بلاي حلو. اتمنى اعجبكم. كان معكم محمد الحمود من اميزنج جيم. مع السلامة.